دور رقابي تتبناه إدارة حماية المستهلك بهدف الحفاظ على مناخ اقتصادي نشط يمتاز بعلاقة عادلة وشفافة بين أطراف العملية التجارية تقوم على أسس من الالتزام بالحقوق والواجبات لكل طرف تجاه الآخر، حتى يسهل فيما يعد بعد مكافحة جميع الممارسات غير المشروعة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري. ما بين التشريع وسن القوانين مساحة وافية يتم تخصيصها لنشوء الأطر الحياتية المعنية بتسيير المعاملات المعيشية بين الناس، والتي تبنى على قاعدة الحقوق المدنية. قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 سند ضمان يغلف عمليات البيع والشراء، يجرم أي انتهاك قد يتعرض له الطرف الأبرز في العملية الشرائية، ألا وهو المستهلك القابض على ابتياع حاجاته وسد كفاياته من المنتجات التي تلبي رغباته بجودة مقبولة وسعر مناسب لا مبالغة فيه. حماية المستهلك هو مفهوم عام يتصدى للممارسات التجارية التي قد تضر المستهلك من قبيل الاحتكار والتواطؤ والغش التجاري، وتوفير مظلة حماية قانونية للمستهلك في تعاقداته وتعاملاته اليومية مع أطراف العملية الاقتصادية، سواء كانوا مزودين أو منتجات، سواء كانت سلع أو خدمات. لا يكاد يختلف اثنان على أن اليد الواحدة لا تصفق، لذلك ومن باب الحفاظ على هيئة البيئات الاقتصادية المنظمة في البحرين، عقدت إدارة حماية المستهلك آمالها على بناء شراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بغية ترسيخ علاقة عادلة وشفافة بين أطراف العملية التجارية تقوم على أسس من الالتزام بالحقوق والواجبات لكل طرف تجاه الآخر، حتى يسهل عليها أي إدارة حماية المستهلك مكافحة جميع الممارسات غير المشروعة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري. مظلة من القوانين التي نعمل من خلالها لتوفير مظلة الحماية اللازمة للمستهلك بالتعامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بالمنتجات من سلع وخدمات، من قبيل إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة المعنية بمراقبة الأغذية، مراقبة بصحة البيئة، أيضا هيئة تنظيم الاتصالات، قانون الجمارك، نتعامل أيضا مع الأخوة في شؤون الجمارك، هنا البلديات أيضا، نتعامل مع كافة الجهات ذات العلاقة التي توفر بشكل أو بآخر مظلة حماية للمستهلك في تعاملاته اليومية. برامج ومبادرات هادفة قامت بطرحها إدارة حماية المستهلك، رغبة منها على إسقاط مفاهيمها ومضامينها على شؤون المستهلك اليومية، حتى يتم ترجمة بنودها واتباع ما تحتويه من إرشادات ناجعة من قبل العنصر المستهدف الواجب عليه تجنب الوقوع في مغبة الخلافات التي قد تنشأ أثناء مضيه في تنفيذ أي عملية استهلاكية مهما كان طبيعتها. نعمل على توفير حزمة من برامج التوعية للمستهلكين والقطاع التجاري بما يضمن توضيح حقوقهم وواجباتهم على حد سواء. نسعى لهذه العلاقة الشفافة والعادلة والمتزنة من خلال توعية أطراف العملية الاقتصادية بثقافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. حقوق تمنح لأصحابها ضمن غطاء قانوني يستدفئ به من يلازمه الحق بوجوب الانتفاع بالمنتج المقدم له دون استغلاله ماديا أو عبر تقديم سلعة باتت تشكل خطرا على صحته لانتهاء صلاحيتها كأبسط القول. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.